كل خير متابعي طقس العرفية السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس صافي مع 42 درجة مئوية، الملموسة 38 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة النهار اليوم. نبدأها شمالا، سكاكا طقس صافي 35 إلى 24، عرعر أيضا طقس صافي 34 إلى 22، وتبوك 35 إلى 21. المنطقة الغربية المدينة المنورة غبار خفيف 43 إلى 29، جدة رياح نشطة تعمل على اضطراب البحر 34 إلى 25، مكة المكرمة أتربة مثارة 39 إلى 28، والطائف 35 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية أبها زخات العديد من الأمطار 33 إلى 19، الباحة 31 إلى 24، وجازان 34 إلى 30. المنطقة الشرقية حفر الباطن أتربة مثارة 39 إلى 28، أما الإحساء 45 إلى 30، والدمام 40 إلى 29. المنطقة الوسطى حائل 36 إلى 24، بريدة 39 إلى 25، أما العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 27. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.